السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مباركه ورمضان كريم يدخل عليكم بالصحه والسلامه يا ربي، ونطلبوا من ربي يهز علينا هذا الوباء هذا. المهم اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال لي بانكيك، نتمنى تعجبكم، ولا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وبيان سور تابوناو عندي باش يوصلكم كل ما هو جديد. بالنسبه للمقادير ديال البانكيك، غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، واحد خماره من فئه 15 غرام، واحد فاني، 4 المعالق ديال سنيده. انا هنايا درت غير جوج معالق بركه، بحقاش ما كنبغيش يكون حلو بزاف، بما ان كندهنوا لي بانكيك بالشوكولا ولا بلا كونفيتور ولا دي، دونك كنقص نورمالمون ديروا 4، مي انا هنا درت غير جوج معالق. نص كاس ديال الزيت، نص سترو ديال الحليب، شويه ديال الملحه، 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الفورس، وكنسموه بقشور الحامض. دابا غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي نديرو فيه البيض، وغنديرو فيه سكر فاني، سنيده، الزيت والحليب وشويه ديال الملحه. غادي نضربو كلشي ومن بعد نرجع معاكم. من بعد ما ضربت الخليط ديالي مزيان على هذا الشكل هذا، غادي نزيدو عليه طحين، راه سبق ليا غربلتو، وغادي نزيدو خماره، وغادي نسمو بقشور الحامض. غادي نخلط كلشي. ملي ضربت الخليط ديالي في الخلاط الكهربائي مزيان، كيجي هكا، كيجي ما خفيف ما ثقيل. دابا راني شعلت على المقله كتسخن، دابا غادي نبدا نطيب. ملي سخنات ليا المقله صافي، دهنتها بشويه ديال الزيت. دابا درت البانكيك ديالي، غادي نتسناه يشد راسو. صافي دابا غادي نقلبها كيف ما كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي ذهبيه، وغادي نخليها طيب عاوتاني من التحت. صافي وغنحيدها. صراحه كيجي زوين، وكيجي خفيف، كيجي في لوغو ديالو كيجي رائع. ملي ساليت لي بانكيك البنات، شديتهم فرقتهم، حيت كل واحد عندي ولوغو ديالو، دونك فرقتهم على 3، وبيان سو خليت شي وحدين ناتوريل. درت هذا بنوتيلا وسكر غلاس من الفوق، درت الاخر حتى هو بالعسل وبيستاج، ودرت هذا بباتا سبيكيلوز وبيستاج، وانتوما تيبقى لكم الاختيار. كاين الكونفيتور، راه كاين عطى الله زعما من باش نزوقوا باش نديروه، راه عطى الله، واللي بغى ياكلوا كاع ناتوريل كياكلوا ناتوريل. من هنا البنات كنقول لكم عواشركم مبروكه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.